السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. ان شاء الله النهارده هنتعرف على حل لمشكله رساله الخطا اللي بتظهر وقت تسطيب الكمبيوتر، واللي بتكون عباره عن ويندوز كانت بي انستولد تو ذيس ديسك انشور ذا ديسك كنترولر از انيبلد ان ذا كمبيوتر بايوس منيو. الرساله دي بتظهر اثناء تسطيب الويندوز. مشكله الرساله دي ان هي ما بتسمحش ليك بعمل سيت اب للويندوز على جهاز الكمبيوتر. هنتعرف دلوقتي على المشكله دي حصلت معايا ازاي. زي ما حضراتكم شايفين، كنت بنزل نسخه ويندوز على الكمبيوتر ده. الكمبيوتر ده اتش بي كومباك دي سي 7800، او بمجرد ما وصلت للمرحله الخاصه ب سيت اب الويندوز طلعت لي الرساله دي، واللي بتقول ويندوز كان بي انستولد تو ذيس ديسك، ذيس كمبيوتر از computer's hardware may not be supported booting to this disk. Ensure that the disk controller is enabled to in this computer's menu BIOS menu. تمام؟ الرسالة دي سببها ان الديسك كنترولر مش معمول له enabled على الكمبيوتر بتاعي، وبالتالي مش مسموح لي ان انا انزل ويندوز على الجهاز. عشان احل المشكلة دي هعمل ايه؟ هضغط F10 من لوحة المفاتيح علشان ادخل على ال HP BIOS. بعد كده بختار English، وبدخل بعد كده على القايمة اللي اسمها ستوريج. من خلال الستوريج بختار حاجة اسمها الستوريج اوبشن. زي ما حضرتك شايف الستوريج اوبشن في اخر اختيار موجود حاجة اسمها الساتا ايميوليشن، ولو حبيت اغير ما بين الاوبشنز الخاصة بالساتا ايميوليشن هلاقي المتاح ليا الاي دي اي والريد فقط، والاختيار اللي اسمه الاي اتش سي اي غير متاح، وهو ده سبب المشكلة ان البايوس الخاص بالجهاز ال HP اللي انا شغال عليه اصدار قديم، وبالتالي الاختيار اللي اسمه AHCI مش موجود. طب عشان احل المشكله دي هعمل ايه؟ هعمل ابجريد او ابديت للبايوس الموجود على الجهاز ال HP اللي انا شغال عليه، وبالتالي هلاقي الاختيار اللي اسمه AHCI، واكون بذلك حليت المشكله. تابع معنا الفيديو ده حتى النهايه. احتاج بعد كده الورق وقلم عشان اسجل الاصدار الخاص بالبايوس الموجود على الجهاز، عشان بعد ما اعمل ابجريد اتاكد ان انا حليت المشكله بالفعل. هبدا بعد كده ادخل على القايمه اللي اسمها فايل، ومن قايمه فايل هختار سيستم انفورميشن. هلاقي اصدار البايوس زي ما حضرتك شايفه 78.6 اف 1 فيرجن 1.04. اكتب الكلام ده عندي في ورقه واسجله عندي عشان لما اعمل ابجريد للبايوس اتاكد ان انا حليت المشكله. بعد كده بنفتح صفحة نت عادية جدا، ونكتب HP Compact DC 7800 Drivers بالشكل اللي قدام حضرتك. هختار اول اختيار في تيب جديد زي ما انت شايف. طبعا بختار نظام التشغيل الاغلب بيكون طبعا ويندوز، محدش بيشتغل على الدوس. في الحقيقة انا هستخدم طبعا هارد تاني عليه ويندوز، وحاول اعمل ابجريد للمذر بورد او للبايوس الخاص بالمذر بورد. اشتغلت انا على ويندوز 7 32، ولو انت شغال على اي ويندوز تاني على هارد تاني. طبعا انا جبت هارد جديد وعليه ويندوز شغال على نفس الكيسه، وركبته على الكيسه دي، وده اللي هوريه لك في الشغل العملي. وبعد كده هقوم بعمل تحميل للبايوس او اصدار البايوس الاحدث. هبدا بعد كده ادخل على البايوس بالشكل اللي قدام حضرتك. بعد كده يا جماعه هشوف اخر اصدار من البايوس اللي موجود عندي في الثلاثه. هلاقي ال HP Compact DC زي ما انت شايف قدام حضرتك، اللي هو انتاج او اصدار 2015. هبدا اعمل له داونلود بالشكل اللي قدام حضرتك على الديسكتوب. بعد كده بعمل له اكستراكت تو. هبدا افتح بعد كده بالشكل اللي قدام حضرتك. هلاقي حاجه اسمها في الدوس فلاش. طبعا اهم حاجه عندي ال اتش بي كيو فلاش اللي انا هبدا استخدمه في عمل الابديت بالشكل اللي قدام حضرتك. تابع معايا الفيديو ده حتى النهايه. زي ما حضرتك شايف الهارد الرئيسي اللي راكب فيه الجهاز ده، هبدا افصله واركب الهارد الخارجي اللي عليه نظام التشغيل او عليه ويندوز 7 32، وابدا اعمل ابجريد للبايوس الخاص بالجهاز. هفصل الكابلات من الهارد الرئيسي اللي راكب فيه الجهاز، وبعدين بوصله على هارد خارجي بالشكل ده. الهارد ده عليه
زي ما انت شايف فصلت الهارد اللي من تحت وركبت الهارد اللي من فوق، وده اللي عليه نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم اللي انا هشتغل عليه. بعد كده هنستخدم الملف اللي احنا كنا نزلناه من على الانترنت، تمام، وننقله على الهارد ديسك اللي شغال عليه نسخه الويندوز، وبعدين نتشغل الاتش بي كيو فلاش. بعد كده بتضغط نيكست، وبعدين هتلاحظ ان الفيرجن اللي قدام حضرتك الفيرجن اوف بايوز ان روم ابديت اللي هو اصدار 1.35، والفيرجن القديم اللي قدام حضرتك اللي هو اصدار 1.4 هو ده الانتاج 2000 او اصدار 2007 وده اصدار 2015. طبعا بعد كده بنضغط على نيكست سيفينج كارنت بايوز، بيبدا يعمل سيفينج للبايوز الاصلي اللي موجود على الجهاز، وبعد كده بيعمل ابجريد او ابديت للبايوز الجديد بالشكل اللي قدام حضرتك. تحاول بقدر المستطاع ان الكهرباء ما تفصلش في الوقت اللي بيحصل فيه فلاشنج عشان ما تضطرش انك تشيل الاي سي الخاص بالفلاش وتركبها على مبرمجة او بروجرامر عشان تبدأ تعمل ابجريد للبايوز الخاص بيك. هننتظر قليلا لحد ما نخلص سيفنج للكرنت بايوز او البايوز الاصلي اللي كان موجود على المذر بورد، وبعد كده هيبدا يعمل فلاشنج للبايوز الاحدث اللي هو اصدار 2015. استنى لحد ما يكمل 1024 زي ما انت شايف دلوقتي بيعمل سيفنج كرنت بايوز. بعد كده يا جماعه بيبدا يعمل فلاشنج للنيو بايوز زي ما انت شايف اللي هو 1024 برضو بيبدا زي ما انت شايف فلاشنج نيو بايوز عشان يبدا يعمل ابجريد للبايوز الاصلي اللي كان موجود على المذر بورد. برضو بتنتظر لحد ما يخلص 1024 وتحاول تخلي الكهرباء تكون منتظمه او تشتغل في وقت الكهرباء ما تقطعش فيها عشان ما تضطرش انك تشيل الاي سي من المذر بورد، وبعدين تدخلها على بروجرامر او مبرمجه عشان تبدا تعمل فلاشنج للبايوز. بعد ما يخلص بياخد حوالي دقيقه عشان يعمل ريستارت للكمبيوتر عشان تبدا تتاكد ان البايوز الاصلي او الجديد تم تركيبه على المذر بورد، وبالتالي الاختيار اللي اسمه HCI اللي احنا كلنا منتظرينه بعد ما خلص يظهر معانا. هنبدا نضغط على كونتينيو هيعمل ريستارتنج للجهاز. بعد كده بنضغط على F10 من لوحه المفاتيح قبل ما الجهاز يبدا يشتغل او يشغل نظام التشغيل الموجود على الهارد الثاني. بنضغط بعد كده على ستورج، وبعد كده بنضغط على ستورج اوبشن. هنلاحظ الاختيار اللي اسمه IDE Red HCI. الاختيار اللي احنا محتاجينه هو HCI في SATA Emulation، هو ده اللي هيسمح لنا بتنزيل نظام تشغيل جديد. بعد كده بنضغط Save Changes and Exit، وبنضغط F10 من لوحة المفاتيح، وبالتالي الجهاز هيبدأ يعمل إعادة تشغيل. بعد كده بنختار البوت اوبشنز اللي هو من F9 في HB، وبنبدأ نختار USB Device زي ما حضرتك شايف Starting Windows بيبدا يشتغل قدامك. هنبدا نجرب او نتاكد ان الويندوز الجديد هينفع يشتغل. زي ما حضرتك شايف هتبدا تضغط على نيكست، وبعد كده زي ما انت شايف الرساله اللي كان بتظهر في الاول اختفت تماما تماما تماما، وبعد كده بنضغط على ديليت ونبدا ننزل نظام تشغيل جديد. لو انت رجعت للاف 10 هتاكد ان الفيرجن الجديد الخاص بالبايوس تم تحديثه لاصدار 15. يبدا بعد كده نظام التشغيل يبدا يشتغل كوبينج ويندوز فايل، ويبدا يكمل لحد النهايه. في نهاية الفيديو ده اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو ده مع اصدقائها حتى تعمل فائدة على الجميع، وياريت كمان اللي عنده اي استفسار يسيبولنا في تعليق اسفل الفيديو ويحدد الدقيقة اللي عنده فيها مشكلة او اللي هو مش فاهمها. طبعا انا عندي برضو فكرة تانية ان انا اخلي البايوس ده على فلاشة بحيث ان انا لو ما عنديش هارد تاني على ويندوز او عندي المشكلة دي حصلت معايا وبمتلك هارد واحد وكيسة واحدة ابدأ احل المشكلة دي بسهولة. ان شاء الله باذن الله بحاول اجرب الطريقة، وان شاء الله باذن الله اول ما تنجح معايا اعرضها لكم على القناة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.